بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله. الحج مبرور إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. في سؤال يا فضيلة الشيخ بعد اذنك. اتفضل. ان شاء الله يوم عاشوراء، يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. يوم ايه؟ يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. ان شاء الله بسلامة الله. ان شاء الله نصوم يوم قبل الجمعة ولا عادي نصوم الجمعة بس؟ كما تحب. يعني الجمعة عادي لوحده؟ ايوه، الرسول ما صام الا الجمعة. يعني ما صام الا عاشوراء فقط، يوم العاشر فقط. لكن قال لأن يوم بيقولوا يوم الجمعة يعني لازم تصوم يوم قبله أو يوم بعده. لا عاشوراء مستثنى. ماشي يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. كان عندي سؤال بس لحضرتك. تفضل. فيه حد معاه جواب سيارة اللي هي المعاقين. معاقين. أيوة. أيوة. وزوجته معاها جواب، هما الاثنين عندهم حالات إعاقة. أيوة. فهو بيبيع جواب من الجوابات دي علشان حد ياخده، يعني باربعين ألف جنيه، وهو عنده الجواب الثاني ده هيستفاد بيه. لا، هو عموما لا يجوز بيع سيارة المعاقين بيعا نهائيا، لابد أن يكون البيع مشروطا، لأن هناك قوانين تمنع مالك سيارة المعاقين من البيع إلا بعد 5 سنوات. فإذا كانت هناك وسيلة تضبط بها الأمور وتحفظ بها الحقوق لا بأس، وإلا شرعا لا يجوز البيع النهائي، لأن السيارة مشروطة لا تباع. هو مش هيبيع بيع نهائي، لان فعلا السياره مشروطه. هم هيبيعوا وبعد بيروح يبيع بيع نهائي. فهو هم يعني هو بيبيع لحد قريبه علشان يستفيد. خلاص، المهم اذا كانت هناك وسيله لضمان حقوق الاطراف كلها لا باس. مع السلامه. الحمد لله بخير يا عمر عيد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الحمد لله بخير. عليكم السلام. بس هي مش مصرية. نعم. كان شغال في شركة بس مش مصرية، وكانوا بيبعتوا لي الفلوس على وسترن يونيو، بس الفترة دي خاصة بالأشخاص بس. كانوا بيبعتوا لك الفلوس على ماذا؟ على وسترن يونيو. على ماذا؟ وسترن يونيو. وسترن يونيو؟ اه. طيب، يعني ايه وسترن يونيو؟ يعني المهم شركة يعني.
لا لا كده بنك عاملها بحيث ان الناس اللي من بره مصر بيبعتوا التحولات عليها. طيب وبعدين ما السؤال؟ هم دي خاصه بالاشخاص بقى اللي هو ايه الاقارب وكده، فكان بيحصل لهم مشاكل وكانوا بيضطروا ان هم يقولوا مثلا ان انا قريبهم وكده، بعدين اقترح عليا ان انا اعمل حساب في البنك، بس بعد ما عملته طلع بفوائد ماشي، وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه. خذ الفوائد دي واعطيها للفقراء بعيدين عنك لا تربطك بهم صلة. طيب يعني حتى لو في بنك كده ومش شرط مثلا. انا قلت لك الان الفوائد خذها ما في مشكلة، لكن لا تستمتع بها، اخرجها على سبيل التخلص منها في مصلحة عامة. الله يرضى عليا اسمي. السلام عليكم. بارك الله فيك يا ام عبد الله. السلام عليكم. احمد نصر ابو ناصر، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أمي. يا حسن، يقول البث يتقطع كثيرا ما ادري. السلام عليكم. حضرتك سمعت ورحمة وبركاته. نعم. حضرتك سامعني؟ ايوه سمعتك. بعد ما حضرتك عندنا في مسجد في البلد، هو في يعني قبر لصاحب المسجد اللي بناه من زمان، بس هو يعني مش يعني احنا مش شايفينه، ما بيننا وما بينه جدار. لا تقريبا في المؤخرة. ما تقولش تقريبا بقى، ما انت الان سؤالك متردد، لا انت ما انتش عارف تقيم السؤال، تقول تقريبا في المؤخرة يعني انت. لا لا هو في المؤخرة. ايوه اصلنا يعني ما روحش هناك، فهو بس هو في المؤخرة. خلاص على كل البعد عن المسجد ده اولى، والبحث عن مسجد اخر الزم. اصل غريب يعني كأنه المسجد الكبير في البلد اغلب البلد كلها بتصلي فيه، فانا الناس حكايتها اغلب الناس. الرسول قال لا تصلوا الى القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه اولئك اذا مات فيهم العبد الصالح صوره له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فيعني ابتعد ما دام عندك مساجد ثانيه، الا اذا كانت هناك جنازه فصلوات الجنازه تستثنى. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. فتح عثمان وبارك الله فيك. مرحبا يا شيخ خلف، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا تفضل. يا شيخ اللي هو حديث بتاع ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعز قلوبها كيف شاء، في يا شيخ زياده من الامام سفيان الثوري بالسبابه والوسطى فحركهما، يعني هو بيقول الحديث فبيحرك. لم يحركهما الرسول، ده كلام سفيان الثوري ان ثبت عنه، لكن الرسول لم يحركهما. اروي الحديث كما جاء رسول الله، وذاك من قول سفيان. ماشي شيخ. طب معلش سؤال تاني، هو شيخ لو انا حد مثلا ظلمه، بس مش ظلم يعني فلوس وكده، ظلم في تعامل وبترجاني هو يسامحني وهو مش عايز. خلاص خلي معاملتك مع الله والله كريم يرضيه يوم القيامة. ماشي شيخ. السلام عليكم. ماذا نصنع يعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. في بس سيء يا حسن يقولون يعني. نعم النت تحسن. طيب الحمد لله. شوف يا اخوة تابعونا الله يحفظكم، هل النت تحسن او لم يتحسن؟ مشكلة الكهرباء صعبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. سؤال شيخنا لو تكرمت. تفضل. اخ لنا زميل اخوه توفى منذ اسبوع. نعم. وكان قبل موته بليلة اعطى لزوجته مبلغ 50,000 جنيه ولم يخبرها لمن هي، والآن هي الفلوس في حوزتهم ولا يعلمون من صاحبها. يعني أعطاها لمن؟ أعطى الفلوس لمن؟ لزوجته. وماذا قال لها عند العطاء؟ هو لم يخبرها بأي شيء، قال لها احفظي هذه الفلوس بالداخل. احفظي هذه الفلوس في إيه؟ في البيت. طيب تكون تركة. هم يحفظون أنها تكون أمانة، لأن الناس كانوا يحفظون عنده الأمانات. هي الآن الفلوس مع زوجته، قال احفظ الفلوس في البيت، يعني تشكين هل هي أمانة عنده لناس آخرين أو لا؟ نعم. انتظروا بها زمنا، لا تقاسموها في التركة إلى أن يظهر لها أصحاب.
هل زمن محدد مقدار سنة مثلا ولا ماشي إذا اعتبرناه لقطة نختار سنة؟ إذا لم يأتي أحد يطالب عليها في خلال السنة من حقهم وإن وزعوها ورجع صاحبها يعيدوها له. تمام ماشي بارك الله فيكم يا أخوة. الأخوة قالوا البث تحسن الحمد لله. اللهم اهدنا واهدنا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندنا سؤالين يا شيخ. اسأل. السؤال الأول يا شيخ العطور الكحولية يا شيخ. لا بأس بها لأنها ليست خمرا. إذا شربتها تسكر. إذا شربتها تسكر. نعم. تسكر ولا تتسمم؟ لا تسمم. إذا خرجت من مسمى الخمر. فما دامت خرجت من مسمى الخمر. نعم شكرا. ليست خمرا. طيب يا شيخ السؤال الآخر. بالنسبة لصحة حديث على الملكين على العينين ملكان أو على العين. لا يثبت. لا يثبت. لا يثبت. لا يثبت. أي على العينين بخصوصهما ملكان يحفظان العينين لا يثبت. لكن عموما عندنا قول الله تعالى في شأن الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه آية عامة. نعم شكرا بارك الله فيك يا أخ حمدي خريبة أبو سمير وفقك الله وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك يا رب. وإياكم. بقول لك شيخ مصطفى هو ليه لما الاجتهاد وقف يعني دلوقتي لو في مثلا من قال الاجتهاد وقف؟ لما بنيجي نسأل في مسألة دينية بينقل لنا آراء أربع أئمة وبيقف على كده مفيش اجتهاد لا في اجتهادات من قال لك إنه يقف على أربع أئمة؟ يعني في علماء حاليا كل المسائل النازلة الآن ليس لا تكاد تجد فيها أقوال الأئمة المتقدمين. المسائل التي نزلت الآن بالناس في مسائل كثير جدا نازلة مثل التبرع بالدم مثل نقل الأعضاء مثلا السفر في الطائرات في كذا المسائل عموما نازلة فيها اجتهادات والأولى أيضا فيها اجتهادات. تمام بارك الله فيك. الله يكرمك. الله أحبك الله أحبك الله يا فاروق يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وشيخ خالد. الله يبارك فيك تفضل. استاذ حاج شيخ انا كنا في صحن العمل كنا نعم في المعادي. حاج سامعني كويس؟ قاعد سؤالك. كان في صاحب عمل كان متفق معايا ان انا هشتغل معاه 8 ساعات وهو كان يعني كان متفق معايا على راتب كويس وكده بحيث ان انا يعني ما اشغلش بالي بان انا مثلا يكون عندي وظيفه دخل تاني او كده عشان اكفي نفسي يعني. فالمهم جه بعد شهرين او كده اتخبط هو شويه مع الشركاء وخطه العمل ما مشيتش زي ما هو عايز وابتدى يقول ان هو هيبيع المكان ويعني ابتدى يخليني قلقان يعني. فانا الصراحه كنت يعني قعدت ادور كده ان انا يعني اشتغل شغل اخر وكده وبقيت حتى اديله في وقته اكتر من 8 ساعات بس اشتغل مثلا 12 ساعه 10 ساعات على حسب اليوم يعني. فانا العمل الاخر ده اللي انا يعني بقيت اجيب عقارات وسواق ليها وكده احيانا ساعات في اوقات العمل اللي هم ازيد من 8 ساعات بشتغل الشغل ده وبيجي لي تليفونات ساعات استاذن مثلا نص ساعه وارجع وهكذا يعني. مش بعد الثمان ساعات في خلال 10 ساعات او 12 ساعه بعمل الشغل ده بس بديله حقه 8 ساعات وزياده يعني. طيب خلاص ما عليك مشكله يعني لو جالي تليفونات في وقت الشغل جالي حاجه مفيش مشكله إن شاء. هو ما دام انت تؤدي العمل على الوجه الاكمل هل ردك على الهاتف يعطل عملك؟ لا هو انا شغال يعني يعتبر محل انا واقف فيه بس ما عنديش حاجه بيجي زبون بقفله خلاص. خلاص لكن لا تطلب من محل الهاتف. لا اكيد لا خالص. لا تطلب من تليفون احيانا يعني احنا مسموح لنا باستخدام الانترنت من هاتف المحل. نعم احنا مسموح لنا باستخدام الانترنت فساعات مثلا على النت ولا حاجه بشوف حاجه بعرف حاجه كده عادي. الله يعلم المفسد من المصلح. خلي الامر يكون لك ولا يكون عليك. تمام يا شيخ انا بارك الله يسلمك. بارك الله فيك يا سعد الصعيدي بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم بارك الله فيك. وفيك تفضل. زكاة عروض التجارة في المحلات. نعم بعد إجارة المحل وحولان الحول
الجرد بيكون على السعر اللي انا ببيع بيه ولا سعر الجمله اللي انا شاري بيه او سعر الجمله في الوقت الحالي؟ السعر الذي اذا اعلن الان سيلت السلع الى مال. يعني الان مثلا انت محدد سعر 1000 جنيه، ما هنالك مشتري يشتري، لكن اذا قلت هذه السلعه ب 600 جنيه جاءني المشترون وفي الحال اشتروا السلع، اربط الزكاه على 600. يعني بالسعر اللي انا ببيع بيه؟ لا ما قلتش كده، ما انت لو قلت بالسعر الذي تبيع به ما بعت البضاعه كلها، سياتيك عدد قليل. تمام. لكن اضرب سعرا اذا اعلن تحولت السلع الى مال. يعني متوسط مثلا بين اللي انا شاري بيه واللي انا ببيع بيه فعلي؟ انا والله ما استطيع ان اوضح اكثر من الذي وضحته. فكر في كلامي وهتفهمه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا من الجزائر. سلامي. نعم. أنت من الجزائر وبعد؟ أنا يعني فيك وضيق وديون، أتمنى دعائك لي. الله يبارك فيك ويحفظك يا أختي. أتمنى الاتصال معك، عندي شيء خاص، حبا نحضر معك. هكذا مشاعر مباشر. مسألة أتمنى أن تفتيني أنت فيها، أتمنى رأيك فيها. لا حرج، كلميني غدا. هذا الرقم 0005333383. غدا الساعة 3 ظهرا بتوقيت مصر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله على سلامتك، تقبل الله منكم. الله يسلمك ويبارك فيك ومنكم. عندي سؤالين. تفضل. الأول، إذا دخل علينا الوقت ونحن جماعة وفات علينا صلاة الفجر، صلينا الصبح، نصلي صلاة سرية أم جهرية؟ الأمر في سعة، لو صليتم جهرية ما في مشكلة. صلاة جهرية أفضل. جزاك الله خيرا. طيب. السؤال الثاني، كنت أجلس مع أحد أصدقائي، دخل علينا أخ ملتزم، فكان يخاطب امرأة في التليفون، فقال أنا تزوجت من فلانة وأشهدكما أني تزوجتها. لا يعتبر بهذا. فعندما سألته عن ذلك قال في بعض آراء المذهب الحنفي جوز ذلك. لا لا، أولا أنت لا تعرفها ولم تسمع لي وافقت أم لم توافق، وأين وليها؟ والنبي يقول لا نكاح إلا بولي. نعم. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شيخ، حد كان عامل حط منبه وقال على ما يخلفش، يعني المنبه قال عمل نبه ان هو لما المنبه هيضرب يخش الحمام عشان بس، وكان عم مستعجل يعني، في بدل ما يقعد يتلكع فقال يعمل نذر لنفسه يعني. يقصد دخول الحمام قضاء الحاجه عشان يبدا بقى يجهز نفسه كده. فالمنبه ضرب فكسل فقال ايه؟ اخش الحمام، مجرد غرفه الحمام بس مش كده. فهل هو كده؟ لا لا، فهمني السؤال من الاول، ايه الموضوع يعني؟ حاضر. واحد حط منبه لنفسه. ايوه. حط منبه وقال لما المنبه هيضرب نذر يعني ايه لربه ان هو ايه؟ هيخش الحمام. هل قال نذر عليا؟ قال نذرت لربي ان لما المنبه يضرب يخش الحمام. طيب. يعني من اجل التبكير بالصلاة يعني. نعم؟ من اجل ان يبكر بالصلاة. كان وراه حاجة يعني. ايوه. فهو كان يقصد بدخول الحمام قضاء الحاجة. لا، هو قال ادخل الحمام على اللفظ اللي قاله، قال ادخل الحمام. خلاص ما عليه مشكلة. عايز يتخلص من هذا النذر يكفر كفارة يمين. علشان كان قصد عمل غير اللي كان قصده يعني. الله يكرمك. لا، الان يكفر كفارة يمين عموما حتى يتحلل من هذا النذر. يعني حتى لو عمله؟
يعني بقولك الان هيك يعني حتى يخلص من هذا النذر النذر الذي نذره، لان النذر لا قيمه له، ليست له قيمه كبيره. هو كان عمله الوقت ده بس، عمله في الوقت ده بس مؤقت، ودخل الحمام فعلا لا شيء عليه. حتى لو كان بس هو دخل الحمام مره واحده، يعني نوى مره واحده، لو المنبه ضرب يا رب ادخل الحمام مره واحده يقصد، ودخل الحمام لكنه لم يتبول، لكن دخل الحمام خلاص ما عليه شيء. حتى وان كان قد خلاص يا حبيبي صلى على رسول الله، اسال اسئله تنفع المسلمين، ضاعش وقتك. مرحبا يا استاذ ياقوت، ما شاء الله، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب والله الحمد. اللهم لك الحمد، ربنا يبارك في عمرك. معلش يا شيخ بس انا عندي استفسار كده. اتفضل. انا بقدم على الحج بقالي حوالي 5 سنين وربنا عز وجل ما شاء فيه. نعم. السنه دي كنت قلت لو شاء ربنا الامور تتيسر واطلع الحج اللي هو السياحي الفاخر ده عشان اضمن ان انا اطلع، لان في القرعه ما بطلعش. طيب. ففي اكتر من حد عرض عليا ان انا اطلع، سواء اطلع تاشيره سياحه او ان انا اطلع خدمات حجاج، وبصراحه انا مش راضي، يعني اقول لعل وعسى يكون فيها خطا في ان انا اطلع بالطريقه دي. فمن باب اولى ان انا اطلع بمالي، يعني بلاش محايله في الخروج للحج، وخصوصا زي ما حضرتك عارف ان الامور بقت صعبه قوي والتكاليف بقت عاليه قوي. فده يجوز ولا لا يجوز؟ يعني هي الواحد ربنا يرحمنا ويرحمك، ممكن تبقى هي مره اللي يزورها بيت ربنا. ان اقمت اركان الحج صح حجك. بس طيب معنى كده ان انا لو طلعت باي طريقه ثانيه برضه تجوز، يعني خدمات حجاج حتى لو طلعتها رخيصه او حاجه، مع ان انا مقتدر، بس ممكن في الوقت الحالي يعني انا مش مقتدر ان انا اطلع سياحه مثلا من الفي اي بي دي. فلو يستر ربنا وطلعت خدمات حجاج او بتاشيره سياحه او حاجه مفيش عليا اسم فيها. مساله مخالفه ولي الامر شيء، ومسألة صحة الحج شيء. الحج يصح خلاص، ربنا يبارك. بارك الله فيك يا أخ هاني العشري، جزاك الله خير يا فتح عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل يا حبيبي. سلمك الله. السؤال الأول، كان في أخ مقترض مبلغ من شخص مرت عليه فترة وتغيرت قيمة العملة، يعني مثلا للتوضيع كده واخد مثلا 20,000 جنيه، وجلس ممكن أكثر من سنة أو سنتين، فهل هو عليه شيء لو أراد أن يعوض الشخص اللي أخذ منه 20,000؟ لأن 20,000 مثلا قيمتها مثلا في الوقت ذاك كانت تعادل مثلا، لا عفوا عفوا عادي السؤال، كان 20,000 قرض حسن ولا ايه؟ ايوه قرض حسن. من كم سنة؟ من 3 سنوات. 3 سنوات ويريد يرد 20,000، هو الذي يسأل أو صاحب الدين الذي يريد أكثر؟ لا لا، المدين هو الذي يريد أن يسدد أكثر. لا أي لا حرج أبدا، لأن من الجائز بلا شبهة وبدون اشتراط أن يسدد المدين الدين الذي عليه مع زيادة، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. وأيضا جاء النبي استسلف جملا بكرا من شخص، بكر سن معين من أسنان الإبل، فجاء الرجل طالب بما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. فبحثوا قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أعطوه سنا أفضل من سنه إن خياركم أحاسنكم قضاء. أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع للرسول صلى الله عليه وسلم جملا وجاء يطلب الثمن فأعطاه النبي الثمن مع الجمل، حديث ثالث في هذا الباب. فإذا أعطى المدين الدائن المبلغ الذي عليه له مع زيادة بطيب نفس وليست باشتراط من الدائن شيء حسن ومسلك سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستند إن خياركم أحاسنكم قضاء، والله أعلم. بس الله خير يا شيخ. السؤال نعم. السؤال الثاني، أخ اشترى قطعة أرض وتركها، ما زالت يعني قطعة أرض بور يعني لم يبني عليها ولم يستفيد منها بشيء، هو اشتراها بغرض إما أنه مستقبلا يستفيد منها كبناء وسكن، أو أنه يستفيد بها لو جاءته فرصة بيع أو استثمار ربما يفعل ذلك، يعني نيتين موجودين، فهل عليه زكاة على مثل يعني هذا؟ هو ما حدد النية، ما جزم بالنية، هل هي مال كقنية اقتناها أو أنها للتجارة، ما حدد النية؟ لم يحدد. نعم. اشترى ماذا؟ شقة تقول؟ أرضا. نعم؟ اشتراها أرضا. أرضا يعني اشترى قطعة أرض ولم يحدد هي للتجارة أو للقنية يبني عليها منزلا له، لا زكاة عليها. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. أحبك أتمنى. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى، ما حكم التسخط على القدر بإقرار حكم ماذا عفوا؟ ما حكم التسخط على قدر الله بعبارات مثل بعد أن يقع القدر قدر الله؟ حكم التسخط على قدر الله كبيرة من الكبائر، مثلا العلم استغفر الله، التسخط على قدر الله كبيرة من الكبائر. مرحبا بك يا أستاذ سعد السويدي، وفقك الله، وأنت يا إبراهيم الإمام سلمك الله وجزاك الله خير وبارك فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مصطفى الجوهري، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا مصطفى، هو ينفع يعني ينفع ان احنا نقرض الامانة بغير علم صاحبها، ولا لازم صاحبها يبقى عنده علم؟ ينفع ماذا؟ اي اقراض الامانة بغير علم صاحبها. لا يجوز لك ان تقرض الامانة. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام يا شيخ مصطفى. الله يسلمك. اشترط رجل على زوجته قبل العقد أنها لا تعمل. طيب. ثم بعد العقد أو بعد الزواج بسنوات أذن لها في العمل. طيب. فهل يحق لها أن تنفق من مالها سواء صدقة أو غيره بدون إذن زوجها؟ نعم يحق لها ذلك. هل يجوز المرأة أن تنفق من مالها ومرتبها دون إذن زوجها؟ يجوز. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوجته أم المؤمنين، قالت يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد فمر على النساء ظن أنه لم يسمع فحثهن وحضهن على الصدقة، فقامت المرأة تلقي خرسها وسخابها في حجر بلال ولم يذهبن إلى الأزواج للاستئذان، لم يذهبن للأزواج للاستئذان. فهذا هو الشاهد، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما حديث لا يحل لامرأة
أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها ففيه مقال. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ مصطفى، لي سؤال في الزكاة. تفضل. أنا الحمد لله كل سنة بطلع زكاة الحمد لله، بس في سنة كده اتلخبطت في الحساب لأن كان معايا مبلغ من المال يعني دخلت بيه تجارة، فبدأت أحسب الحول التجارة بقى لوحدها منفصلة من الحول من ساعة ما بدأت أدخل التجارة، والفلوس دي كان بقى لها مثلا 7-8 شهور قبلها، فما حسبتش أنا 7-8 شهور الكلام ده من 3-4 سنين يعني. فدلوقتي اصلا انا مش عارف هم كام ويعني انت خلطت في الامر يا اخي. وضح بالظبط، وضح برفق السؤال. يعني كان في مبلغ بقى له 7-8 شهور معايا، هي دخلت بيه تجاره، هذا المبلغ كان يبلغ النصاب. كان يبلغ النصاب. طيب مفترض منذ بلوغه النصاب تحسب زكاته، دخلت بيه تجاره، ما دخلت بيه تجاره زمن بلوغ النصاب الاول إذا مرت عليه سنة تزكى، سواء كان في تجارة أو كان نقدا سائلا معك. أيوة، ما هو لما دخل تجارة بدأت أزكى على التجارة. لا مش كده، لا حبيبي ما هو كده. الآن أنا معي مثلا 1,000,000 جنيه مثلا، هذا 1,000,000 بلغ النصاب في شهر يناير مثلا، جيت أنا في شهر مارس دخلت به تجارة، لا تأثير لدخول التجارة من عدمها، المهم في شهر يناير القادم أقصد الشهور العربية لا أقصد الشهور العجمية، مثلا شهر محرم مالي وصل 1,000,000، شهر دخلت بال1,000,000 تجارة في شهر رمضان، كسبت خسرت ما علي فيها زكاة إلا إذا جاء محرم الآخر علي زكاة على الذي معي، سواء كان في صورة التجارة أو كان مال نقدا أو ذهبا. ايوه، يعني انا لما دخلت التجاره قبل ما دخل بالتجاره دي يا اخي الكريم كانها غير موجوده. احنا لنا ايوه دخل انا دخلتها قبل مرور مالي دخل، افهم مالنا دخل متى دخلت التجاره او متى لم تدخل، لنا دخل متى بلغ المال النصابه واحد محرم، دخلت تجاره في 10 مثلا ربيع، في 10-5 رمضان، في 20 رجب، ما له تأثير. النقطة دي يا شيخ مصطفى أنا فاهم النقطة دي، النقطة اللي حضرتك بس عايز أفهمها إن هو في 7-8 شهور الفلوس ديت لم يزكى عنها، وأنا نسيت الحسابات بقى، فيعني يا أخي لازم تزكى يا أخي، زكى على المبلغ كله في واحد محرم، سواء كان في صورة تجارة أو في صورة مال سائل، إذا كنت ما زكيت زكي. واحد يفهمه يا جماعة، انت فاهم يا حسن؟ ما فاهم حسن، خلاص كله يفهم حسن. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كل يوم يا أمير محمد. بارك الله فيك شيخ مصطفى. وفيك بارك الله. بعد إذنك يا مولانا متعود أسأل حضرتك في حاجة. في شاب دلوقتي عمره وصل 28 سنة، الشاب ده من صغره هو متربي مع والدته، من هو في بطن أمه منفصلين عن أمه منفصلة عن أبوه. وابوه ما سالش عنه خالص لحد ما الشاب ده اصلا وصل 28 سنه وسافر الشاب ده. ودلوقتي وهو في الشغل في السعوديه وقع عليه جدار فمات. فهم دلوقتي الشركه بتاعته مطلعه له مبلغ من المال تعويض لاهله، هل ابوه ليه حق في المال ده؟ وهل المال اللي هو طلع له ده ورث ولا هو بعد وفاته؟ لا يعني طلعوا له كان نتيجة قتل خطأ ولا نتيجة ايه؟ دية يعني مثلا؟ دية مقابل الدية تقسم قسمة الميراث عليه يعني. الدية تقسم قسمة الميراث. بارك الله فيك يا اخت امينة. الدية تقسم قسمة الميراث. ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبي من دية زوجها. تقسم قسمة الميراث. سواء كان قاعد مع امه مش قاعد مع امه، كل هذا ما له تاثير. الدية تقسم قسمة الميراث. بارك الله فيك يا وفاء طلال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ طيب الحمد لله.
عندي سؤال بس ابغى اعرف بس استصفر من حضرتك. اسال. في اخت لنا مبيع اهلها من وهي صغيره. بيع اهلها من وهي صغيره. وفي واحده اخذتها وربتها. ايه. يعني بيع اهلها كيف يعني؟ كانت لقيطه ولا ايه؟ يعني ما تعرف اهلها مثل تاهت يعني، وواحده لقيتها وربتها. فقدت. ايوه. ايوه. الست اللي ربطها نسبتها لها، فهي الناس يقولوا لها يعني ان تبني والنسب حرام، فهي مش عارفه. طبعا حرام. ايش؟ طبعا حرام. طيب هي يعني حلها ايش؟ ايش تسوي يعني؟ اسال المحامي يفهم. هي عارفه اهلها الاصليين؟ لا ما تعرفهم. لا تعرف احد. ما تعرف، لا ما تعرف عن اهلها اي شيء، وهي الحين في حيره يعني. إذا شالت نسبها من الأوراق وكده ما تعرف تسافر ولا تروح ولا تشتغل ولا خاصة ستكون ضرورة وربنا يتجاوز. يعني هي الحين تظل زي ما هي على نسبها. ما هي الآن ربنا قال ادعوهم لآبائهم. أيوه. فلا نعرف لها أبا ولا نعرف لها أما. قال فإن لم تعلموا آباءهم في إخوانكم في الدين ومواليكم، ونظام الموالي ليس بموجود في مصر. في حالة زي كده على عهد الرسول يقول فلان مولى فلان. تمام. يعني هي الآن ما فيش نظام موالي على نفس النسب. لضرورة ويغفر لنا ربنا. اللهم آمين، جزاك الله خير. قوله تعالى نحن لا نستطيع تحقيق قول الله تعالى الآن ادعوهم لآبائهم، فأبوها غير معروف. أيوه أيوه. أمها غير معروفة. فلنا عذر امام الله. طيب اذا قلنا فان لم تعلموا اباءهم يا ربي، ربي قال في اخوانكم في الدين، صح اخوه في الدين موجوده، ومواليكم كان في عهد الرسول يقولون مثلا زيد مولى ابن مولى رسول الله، مثلا سالم مولى ابي حذيفه، لكن الان ما فيش هذا الولاء، ما اصبحوا يكتبون مولى فلان ولا يعترف بهذا الكلام، فنحن مضطرون امام الله. ايوه هي مضطره، هي ما عندها لا. خلاص السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله من فضل الله في نعم من الله، يا رب اوزعنا شكرها يا رب، يا رب اوزعنا شكرها يا رب. واحد يا شيخ انا بقى السنه دي ربنا اكرمني الحمد لله وحجيت تمام الحمد لله. انا اهللت من، انا طبعا شغال في السعوديه، اهللت من المدينه المنوره من عند الميقات بملابسي طبعا عشان انت فاهم الجو كده، لان انا قطع ان انا احج رسمي تمام. ايه حضرتك انا كنت سمعت فتوى حضرتك ان عليا حاجه من ثلاثه، صيام ثلاث ايام او اطعام ست مساكين او ذبح شاة. صحيح تمام كده؟ صحيح. انا حاليا دلوقتي والله انا الحر صعب جدا، ما قدرتش اصوم ثلاث ايام ولا عندي امكانيه ان انا ادفع طعام لست مساكين، ممكن اصبر شويه مثلا. انت مقيم فين يعني؟ عفوا انت اين تقيم؟ انا في المدينه المنوره. اما تفرج عليك طعام ستة مساكين في مكه. طيب والصيام ينفع اجله طيب شويه ولا ما ينفعش؟ ينفع ينفع. طيب جزاك الله خير. طب تاني حاجه يا شيخ، انا ما عرفتش ما تمكنتش ان انا اخش عرفه غير الساعه 10 بالليل، قعدت فيها تقريبا ساعه ونص. وادركت الصلاه في مزدلفه الفجر؟ ايدت في مزدلفه ساعتين ثلاثه وصلت للفجر وبعد كده طلعت على منى. الحج صحيح. ربنا يبارك في عمرك. عرب مدرس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئتك من بلاد طيء، يعني اللي هي حائل الآن، فأتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت حبلا يعني جبلا صغيرا إلا وقفت عليه، فأدركت ساعة في عرفات مساء، وأدركتكم هنا في مزدلفة في صلاة الفجر. قال الرسول، وهذا الشاهد من الحديث، من صلى معنا الغداة بجمع، يعني من صلى معنا الفجر بمزدلفة أدرك يعني المزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات
فقد قضى تفثه وأتم حجه، والله أعلم. أقولك الدعاء بس الشيخ، آخر شيء دعاء بالهداية وقضاء الدين. الله يجعلنا وعنك كل دين ويهدينا وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكر. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويرفع قدرك. يا رب وإياك. يا رب. تفضل. سؤال حضرتك. سل. عند أنا بشتغل والمغرب والعشاء ما بقدرش أصليهم في المسجد بسبب الشغل، فبصليهم جماعة ولكن في الشغل، هل ده يجوز؟ المغرب والعشاء لا تصليهم في جماعة، تصليهم في أوقاتهم أو تؤخر. لا في أوقاتهم وجماعة ولكن في الشغل. لا بأس يا زلمة. ماشي بالضرورة، شكرا. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، جزاك الله خير يا أم فهمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. يا رب. كنت مش هطول على حضرتك إن شاء الله. أنا فاضل لي عام في الكلية ماشي وأبحث عن زوجة صالحة، أنا أعمل في الصيدلة وأنا في كلية الصيدلة. ولكن يعني كلما التمست يعني زواجا يسيرا يعني مش لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، يعني أنا أدفع مثلا المهر وأجد رجلا يعني يعينني في الزواج بدون تكاليف باهظة إن كان من ناحيته أو من ناحيتي. ولكن كلما تتكلم مع أحد يعني أقول له من يرضى بهذه المواصفات ومن يرضى صبرا صبرا يعني صبرا صبرا. السؤال يعني أنت عندك سكن؟ عندي شقة في المدينة وعندي شقة في البيت ويعني أريد زواج يسير. أنا أعمل بس اصبر علي بس واحدة واحدة. عندك شقة تمليك ولا إيجار؟ تمليك. طيب الحمد لله. اشتراها لي أبي. إيه؟ أبي اشتراها لي منذ فترة، وعندي شقة في قرية في الريف، الشقة الأساسية في المدينة وعندي سكن في الريف. سكن في إيه؟ في الريف. في القرية الريفية. طيب هذه أنا الآن يعني طيب اصبر علي. اصبر. في عندنا في الشريعة شيء اسمه مهر المثل. يعني البنت زوج بمهر مثلها، إن وافقت البنت على التنازل عن مهر المثل لها ذلك. أنا لكن أستطيع أن أدفع المهر. اصبر بس، اصبر علي. هل تستطيع أو هل ترضى أنت إذا تقدمت لشخص أو البنت قال لك أنا جاهزك بس تكتب الدين عليك يكون عليك دين، توافق ولا ما توافق؟ أنا أستطيع أن أدفع المهر الآن، وأبي قال لي أنه يساعدني عاد. أمال إيه المشكلة طيب؟ أنت عندك شقة وعندك مهر، إيه المشكلة؟ أنا أحتاج يعني لا أستطيع أن أقيم وليمة كما يريدون ولا الوليمة سهلة، ممكن تعمل وليمة عدس حتى يعني مش مشكلة. بس لازم لحمة. الرسول ما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب، أولم على زينب بشاه. أما صفية بنت حيي وغيرها من النساء ما أولم بلحم. المشكلة أن أبي يرفض هذا المبدأ لأنه رجل معروف بين الناس، ولكن هو يريد طيب أن يعني أبوك شهم وجدع خليه يجيب لك كبشين يخرج إلى المعاش ويقبض راتب المعاش ويفعل به الوليمة. وأنا أنا أريد العفاف والله، أريد أن أنت العفاف ببلاش يعني ما تدفع يا أخي. حد قال لك نحن نقول لك ما تذبحش شاة، هات لوبيا وبطاطس واعمل وليمه لوبيا وبطاطس ما فيش مشكله، لكن تقول ابوك لا يرضى. طب ماذا نصنع احنا؟ يعني المشكله عندك انت مع ابيك. ما ينفعش تاخد ثمن كبشين وتسددهم فيما بعد، انت راجل صيدلاني. انت بخيل ولا كريم؟ صح معانا. والله لست بخيل. لا شكلك كده بخيل يعني، لكن اليمين الله وقفتني. لا انت صيدلاني، هات تقاضى في الشهر 4000 جنيه 5000 جنيه. نعم. اقترض كمان خمسة من صاحب الصيدلية واخصمهم شهريا. لم أتخرج من الكلية بعد، تبقى لي عام واحد ولكني أعمل في أحد الصيدليات، وإن شاء الله أثق في الله سبحانه وتعالى أن يوسع لي في رزقي. لعل الله يسمع كلامك لواحدة من البنات اللي عايزين يتزوجنا أو لأهلها ويسألون عنك أولا، نصحهم يسألوا عنك، هل أنت مضبط عقليا ولا لسه؟ لازم نسأل عنك. ماشي اترك هاتفك يا حسن، خذ هاتفه، ومن أراد من السامعين أو أرادت من السامعات أن تقبلوا بهذه الشروط يتصلوا به ويسألوا عنه. خلاص يا ريس. خلاص
شاء الله. عريس ما يقال في التنفيذ. ماشي. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى بعد إذنك، والدي قبل ما يتوفى رحمة الله عليه ترك مبلغ من المال في دفاتر عشان احنا كلنا بنات يعني. فهو يعني قال بعد توفى هو كان محتجزهم عنده عشان هو كان بيتعرض لظروف صحية تخص القلب وعملية قلب مفتوح وحاجات زي كده. فقال مش هدهم لكم في حياتي عشان ممكن اعوزهم مش هرجع اقول لي هاتهم تاني. بس بعد ما توفى انتوا توزعوهم بالتساوي بينكم كبنات. لا عفوا، انا وضعها في البنك ولا ايه؟ ما احنا اتخلصنا من الفوائد الربوية في البنك وفي البريد وادانا الدفاتر بعد ما توفى خدنا الدفاتر يعني. فهل والدتي وعمتي ليهم في الدفاتر دي؟ كان سلم لكم كتب الفلوس باسمائكم قبل ان يموت. عمل الدفاتر باسامينا وحط فيها مبالغ غير متساوية. قال بعد ما توفى يعني نضم المبالغ على بعض ونوزعها بالتساوي بينا كاخوات بنات. ايوه. فهل دي هبة ولا ورث؟ لا هي هبة. والكلام الأخير لا يمضى. والكلام الأخير لا إيه؟ لا يمضى. لستم ملزمين به إلا برضاكم. يعني هي هبة صح كده؟ هي هبة. توصيته الأخيرة إذا مت يضم هذا إلى ذاك، لا اعتبار لهذا الكلام إلا برضاكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. حياكم الله. الله يكرمك. نسالكم الدعاء لنا الاول ان جدكم بخير. الله يبارك فيك. تفضل. شفاء الله يكرمك. الله يكرمك. بقول لحضرتك انا اخ قائم على امور خيريه. فقال لي حد عنده اساس بتاع بيت اوضه نوم يعني. فجبناها جبنا الاوضه دي فاكتشفنا ان هي اوضه واحدة كانت تعمل في الغناء. يعني اشتريتوها ولا هبة جابتها لكم؟ هبة. هي واخداها متصدقة بيها للمحتاج. يعني امرأة تعمل في البنك الربوي؟ لا لا. او كانت ترابي ايه؟ تعمل في الغناء، هي مغنية. تعمل مغنية. اتت بغرفة نوم صدقة. صدقة. ليست لك، خذها واسمها على نفسها واستمتع بها. يجوز اذا اهدى لك الكافر اشد من المغني يعني هديه تقبلها ولا يجوز؟ تقبلها. طيب يا ايه ليست كافره. الرسول قبل هديه من المقوقس ملك مصر ماريا واختها نسرين، والرسول قبل الهدية من ملك أيلة أهدى إليه بغلة، وسارت عليه السلام قبلت الهدية من الجبار أهدى لها هاجر، وهاجر أهدتها سارت لإبراهيم عليه السلام، ودعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة ذبحتها فذهب النبي وأكل منها. وابن مسعود يروى عنهم طريق إبراهيم النخعي وفي رواية عني بعض المقال بعد ناحية السماع لنا حلاوته عليه إثمه. شكرا. بارك الله فيك. إذا يجوز الانتفاع بها إن شاء الله يا بس. ما الكلام ده كله يعني يجوز. ماشي. بارك الله وفيكم. السلام عليكم. جبر الخواطر على الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي فضلتك عامل ايه؟ الحمد لله. انا كان في مبلغ حد مستلفه مني بالدولار، وعلى اساس ان هو هيرده بالدولار، واقسم بالله العظيم وعلى المصحف انه لا احنا متفقين ان انت هترده بالجنيه، ان انا هاخده بالدولار وارده بالجنيه، علما ان المبلغ ده بقى له 3 سنين دلوقتي. يعني هو استلمه منك دولار ولا جنيه؟ استلفه دولار. يرد دولار. طيب جزاك الله كل خير. وإياكم. إن عجز رد الرد قيمه الآن بالسعر الذي يترى يضيع عليه، إن اختلف في الدولار السعر الذي يترى يضيع عليه يسدده الآن به. و
والا فان اختلف فالاصل اننا نرده دولار كما استلمناه دولار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ طيب الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا رب. كان في سؤال يا شيخ، حد عمنا امانه لهذا السؤال يعني. سأل واحده مخطوبه واخد بال حضرتك، وخطيبها تركها بدون ابداء اي اسباب، وبعدين اهل الزوجه اهل المخطوبه يعني بيسالوا حضرتك، هو دلوقتي ما طلبش الذهب تمام، وهم تكلفوا اعباء اثناء الخطوبه وحفله وما الى ذلك، هل عليهم اثم لو هم ما رجعوش الذهب دوت في حين ان هم ما طلبوش ولا ايه بالظبط؟ ياخذوا مقابله، مقابل التعب، مقابل التكاليف، ولو اهدى لهم هدايا اخرى ولا لم يهدى لهم هدايا اخرى. اهدى لهم هدايا اخرى يعني. يعني مثلا اذا كان مثلا اهدى للبنت هاتف محمول وتكلفوا له 10,000 جنيه في العزومات والهاتف ب 20,000 جنيه، خلاص يرد للرجل الذهب، الذهب من الصداق. نعم، يرد الذهب بقيمة الذهب يعني. يرد الذهب، مش هو اشترى لهم ذهبا؟ نعم يا شيخ، يعني ما يخصموش منه مثلا فلوس الاعباء اللي هم تكلفوا. ما انا قلت لك هو اهدى لهم هدايا اخر او لم يهدوا له، يهدي لهم هدايا اخر. ما جابش، لم ياتي للبنت بهدايا. أتى للبنت بهدايا أم لا؟ لا يا شيخ خالص، يعني بخيل من يومه. ما يعني هدايا جايبه مثلا شوكولاته، مش عارف، دي حاجات عادية يعني. يعني جاب هدايا بقدر تكاليف الخطوبة أو أقل؟ لا أقل يا شيخ. أقل، ياخذ تكاليف الخطوبة منه ويرد له باقي الذهب. السلام عليكم. وعليكم شيخنا، ربنا يعزك يا رب. يا رب ويا الاسئله كلها عباره عن اسئله في الصفقات والزكاه. معلش يا شيخنا، حد ملتبس عليا بس كده معلش. اتفضل. الله يكرمك. الصدقه طبعا انا حاليا كنت بتصدق دايما كتير على اللي على الفقراء. عرفت في الفتره الاخيره ان الصدقه الجاريه افضل من الصدقه على الفقراء وكده، يعني ادفع في مسجد، ادفع في حاجات جاريه. هل معنى كده ان انا اسيب الفقراء واروح الجاريه وخلاص؟ احنا بدك احنا عاوزين. هذا وتلك يا اخي، هذا وتلك يا شيخ، هذا وذاك. طب الاعظم احنا بدك عاوزين الافضل. لما تختلف المسائل، واحد جعان تقول له انا اروح مسائل الجاريه وهو جاء امامك، مسائل تختلف على حسب الاحوال. احنا فقراء في الثواب، يعني احنا عاوزين ايه؟ حسنات، ده هدفنا كله. ما هو الحسنات احنا لما فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا مطربة، أجر أيضا. بس احنا راضي يعني ما نقولش أي أكثر من إيه، ندفع خصم وما نكسب حد. السلام عليكم. يكفيني كده، ما تعبت، مش فاهم أقول لك إيه بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز اسال سؤال. سل لو دكتور عندي في الكليه وانا مثلا شايل ماده معينه وعايز اتخصص في مجال معين، فمش هينفع اتخصص في المجال ده وانا شايل الماده دي. ماشي. هو الدكتور ممكن انا لو اتكلمت معاه مثلا ويتوسط لي هو مثلا ويعديني في الماده دي ويدخلني القسم ده، هل ده يجوز؟ يعني هل تنتظر مني افتي بالتزوير؟ انت راسب يجعلك ناجح؟ هل يعني هل تنتظر مني ذلك؟ لا انا بس اسال، هل دي شفاعه؟ لا يا حبيبي، شفاعه حسنه بقى. انت رجل فاشل في الطب او في الماده، هي نجحك فيها، هتضر المسلمين، الاولى تتعلمها وتتقنها ولا الاولى انك تخرج وانت راسب فيها وتعالجني وتعالج غيري؟ الاولى ان انا اخرج. تخرج ايه؟ الله يوفقك. يخرج من ايه؟ مش عارف، يخرج من الكليه يعني ولا يخرج من ايه؟ ماشي. السلام عليكم. يا ربي يوفقك. تفضلي يا اختي. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. انا عندي سؤال لحضرتك. سلي. السؤال الاول، والدتي الله يرحمها كانت موصياني ان انا ادفنها انا الصغيره بتاعت اخواتي. تدفن هي؟ عفوا. انا الصغيره بتاعت اخواتي. انت صغيره اخواتك. ايه. والدتي الله يرحمها كانت موصياني ان انا ادفنها في مقبره معينه.
امك قالت يا بنتي تدفنيني في هذا القبر ماشي وعد. فحصلت ظروف وجينا نفتح المقبره لان فيها ناس قريبنا كتير فمش نافع يعني مزدحمه مزدحمه. فدفنتها في مقبره هي ما كانش عايزه تدفن فيها يعني كانت موصيني ان هي برضه ما تدفنش فيها فكده في وزر عليا. طب ما فيش مقبره ثانيه غير التي لا اوصت الا تدفن فيها؟ ما كانش هي كانت ما كانش عايزه تدفن عند قرايب ابويا. ما في الا قبرين، قبر امي قالت ادفنوني فيه وهو مكدس بالاموات، وقبر اخر ام قالت لا تدفنوني فيه وهو فاضي. نعمل ايه؟ ما مضطر. هي اول واحده يدفن فيه وهو بتاع اخويا بس هو اخويا من امي بس. ما فيش مشكله تندفن. ما فيش كده وزر عليا يعني انا ما اقدرش اقول عشان اخواتي ما يحصلش فتنه بيني وبين اخويا. خلاص ما تعمليش فتنه الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله على السلامة يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك. الله يسلمك شيخ وائل، أهلا وسهلا. تتصل من قطر؟ الله يبارك فيك. تتصل من قطر ولا إيه؟ أيوه يا شيخنا من قطر. الله يوفقنا وإياك. يا شيخنا الله يبارك في عمرك. عمر يا عم وائل. كان في سؤال يا شيخنا، كان في الوقت في سجاد موجود جديد في مكة، السجاد بيبقى سادة خالص وبيتكتب على جنب منه كده مثلا اسم الشخص اللي هتهديه السجادة. يعني مثلا أنا هادي سجادة للشيخ مصطفى هجيب سجادة واكتب عليها كلمة مصطفى. فهل الصلاة على السجاد ده جائز ولا لأ؟ الصلاة جائزة، لكن يعني شغل المصلين يعني يكره، جائزة مع الكراهة. يعني واحد أنت اسمك وائل، واحد جاب سجادة من الأسواق التي أمام الحرم وكتب على طبع لها وائل، فكلما نصلي هنذكر وائل. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طب بعدين حضرتك كان في اكتب على ظهرها حتى لا تصرخ مثلا. بعض الاخوه بتكتب اسئله في الـ في الـ في الـ على وحضرتك شغال، ففي ناس ثانيه بتخش ترد عليهم، فلو حضرتك حد يتولى الاسئله ديت مثلا يجيبها وحضرتك ممكن تجاوب عليه مثلا في نهايه اللقاء او في بدايه اللقاء الجديد يكون افضل عشان ما حدش يرد على حد في الاجوبه يعني. فوق الطاقه. الله يعينك ويصل لك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا شيخ انا بارك الله فيك. اياك. هل ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل في صلوات المفروضه وماذا كان يقرا؟ التخفيف شان النبي صلى الله عليه وسلم. أخف صلاة في تمام. يا أيها الناس من أما منكم من أما فليخفف فإن من ورائه السقيمة والضعيفة وذا الحاجة، فصلى لنفسه فليطول ما يشاء. جزاك الله خيرا. السؤال الثاني، هل يجوز تحويل الأموال مثلا المثال أن أعطي شخصا في مصر هنا مقدار 100 دولار ويعطيها او شخص اخر لاهلي في سوريا بمقدار 100 دولار في نفس التوقيت؟ لا بدون تقابض يد بيد. لا يعني عفوا 100 دولار مع 100 دولار ولا ايه بالضبط؟ ولا قيمتها بالسوري؟ بقيمتها بالحالتين، اي هل تجوز ان كانت 100 دولار؟ لا يعني الان انت في السعوديه مثلا. وتريد ترسل 100 دولار لسوريا مع اي واحد ممكن يرسلها لك وياخذ عمولة الارسال، اجرة الارسال، بس يسلمها 100 دولار. اما اذا كانت بيعا على تحولها من دولار لليرة سورية، ما اعرف عملتكم ايه، ستسلمه الدولار ومندوبك يستلم من مندوبه في الحال نفس القيمة. نفس القيمة، يعني لو أعطيته هنا 100 دولار بعد أيام لا يجوز أن يعطيه 100 دولار، لازم. لا أنت ممكن بعد أيام يعطيه 100 دولار، لا تكون وكالة الآن، وكالة في الإرسال، تكون وكالة في الإرسال، لكن إذا كان قيمتها لازم يكون في الحال. ماشي. فهمت؟ وصراحة لم أستوعب لأن الخط. يا أخي أنت معك بتشتغل في الرياض ولا فين؟ لا لا أشتغل هنا في مصر. في مصر، شغال في مصر. تريد ترسل 100 دولار لأمك في سوريا.
صحيح. ما في أي مشكلة، نروح الواحد يقول له هذه 100 دولار ارسلها لأمي في سوريا، ولك أجرة إرسال، أجرة تحويل اللي تتفقوا عليه. نعم. فيها مشكلة المسألة دي الأول؟ لا. خلاص، بس هي سيأخذها منك دولار وسلمها، هي مالك دولار. لكن إذا كنت تريد يوصلها هناك ليرة، يعني تبيع وتشتري منه، يكون في الحال في نفس التوقيت اللي سلموا الدولار مندوبي هناك استلم من وكيله قيمتها بالليرة. أو حل ثالث، تجعله وكيلا في أمرين، وكيلا في التحويل وكيلا في الإرسال، ويأخذ القيمة، قيمة الوكالة. شكرا. قول التاريخ غلط يا حسن، اخترني تقول التاريخ غلط. صح صح يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا العبد الله، مرحبا بك، أنت الصافي. الحمد لله على سلامة حضرتك الأول. والله سر رحمة الله على زوجتك أم أمينة، دعوات حضرتك والله يا شيخنا. والله الله يبارك فيكم. أنت تزوجت بعدها ولا لا بعد ما ماتت؟ لسه سيدنا. أتمنى أن أرضى قلت يعني أي حد من الأخوات في المنصورة، نفسي أتزوج من المنصورة والله. نفسك نفسها يا أخي، المنصورة بالذات يعني ولا إيه يعني؟ بلد حضرتك والله. الله يكرمك، خليك مع المنصورة. ماشي، تفضل. ما سؤالك؟ أنا بتصل أسلم على حضرتك والله يا شيخ. الله يسلمك، مبرور إن شاء الله وزاد مغفور. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وادعي ربنا يتم على الشفاء بالله عليك يا شيخ. الله يعافيك يا شيخ وعافيك، وادعي زوجتي أم مريم رحمة الله واسعة بالله عليك يا شيخ. الله يرحمها رحمة واسعة يا رب. شكرا. مرحبا يا أخ ويس منصور، ومرحبا يا مصطفى البانوبي. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وإليك أنبنا بك خاصمنا، وإليك حكمنا، ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور، نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.